ساعد روحك ساعد تجربة حلوة هسه حاليا ببغداد، احنا ما شفناها هسه، هاي تجربة حضارية زين. نشكر طبعا الكادر اللي مسؤول على هذا الشيء، على النظافة، على حسن الاستقبال، يعني احنا ممنونين لهم وان شاء الله اكو تطور جديد بالعراق. تم الافتتاح التجريبي للمشروع خلال ايام عيد الفطر المبارك، ويتسع المشروع ل5000 مواطن، ويعتبر المشروع من اكبر المشاريع في العراق، من المشاريع المغلقه.